باسse les bras نهزو نحطو يدينا بلي نحطو بلي السيدا il n'existe plus واللي كي عاد مرضي اوردينير نو c'est une maladie qui reste toujours dangereuse ومخلفه توجور عدد مئات والاف من القتلى سنويا جائحه كورونا يعني تعتقد تمد تقدر حتى عند لي جون تمد مناعه مكتسبه وعند اشخاص اخرين ممكن كاين ناس توفوا الله يرحمهم بتعب رحمته الواسعه وتمد لك مناعة اما لاشيفي سيدا ما يمدش مناعه سي اون مالادي اون فوا لو فيروس في الكور اذا كابيتيك ينقص لك من المناعه تاعك ولو دي سي راه يجي حتمي حتمي اني با دو تريتمون بور السيدا اكتويلمون ما كانش اني با فودر با دوكا من ناحيه سو بلون ميديتيك كورونا جائحه كورونا غطات بزاف وكانه السيدا ولا كلي انفيشي كاشي نو لو سيدا لازم يجي توجور تشوف فيك اون مالادي دونجوروز ان امبور دي في سيرت هو اللي في ميدياتيك اللي خلى كورونا لو دوفونس مي لا جورني مونديال هذه اللي جات 1 ديسمبر L'HIV, une fois le virus يدخل للدم, il va handicaper, ينقص من القدرات تاع الجسم pour la production تاع les anticorps, المناعة. ويقعد الجسم هذا vulnérable, جميع من تيت انفكسيون خفيفة تقدر الإنسان يفقد الحياة ويروح ويشوف. Le seul traitement اللي راه كاين سي لا بريفونسيون. On axe هنا في الوسط الجامعي. وكي نشوفوا كي نشوفوا السنه بوت اللي فاتت درنا حملات حساسيه يعني كبيره مع النوادي العلميه مع المنظمات الطلابيه اللي قدرنا ان نقيسوا شريحه كبيره من الطلبه. العام هذا مادام ما نقدروش في لي نورم تاع لا ديستانساسيون ما نقدروش نديرو ملتقيات ما نقدروش نديرو منها لو سول مويان سي لا بريفونسيون كيما هكذا اترافير لي سوشيال ميديا اترافير المطويات اللي كيما درناهم راهم موجودين في السيت تاع الجامعه باللغتين باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه فيه تعريف تاع المرض كامل تعريف تاع المرض طرق الانتقال وكذلك الكوتي بريفونسيون الجانب الوقائي كيف نتجنب هذا المرض
أمل معلقة على الطلبة. الطلبة سي من ناحية لا ترانسميسيون دو لانفورماسيون. طالب il faudrait pas que يكون c'est un vecteur de l'information en intra-universitaire ou en extra-universitaire. Il faudrait pas que justement qu'il y ait beaucoup d'étudiants هنا عندنا بين قوسين سامح لاني المو سي دي ستوديون باسيف من ناحية كسب المعلومة أو ترانسميسيون دو لانفورماسيون. الفيديو هذا يعني توجور اللي نقول نسي نسونسيبيليزي الشريحة هذه اللي كانت شوية غافلة أو نائمة. ألا دار يعني تجي تعاون وحدثت بالقبائل الوقائي تعاون مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية في مجال تحسيس الوسط الطلابي لكي نتمكن من نديروا يعني سد منيع من ناحية لا بريفونسيون.